أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الدراسة البرلمانية الخاصة باستراتيجية مستقبل قطاع الدواء إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق عليها المجلس خلال جلسته العامة. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق واصل خلالها مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول أعماله. في بداية الجلسة أحال رئيس مجلس الشيوخ رسالة محولة من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023-2024 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه. كما فتح رئيس المجلس الباب أمام النواب لإبداء آرائهم بشأن تقرير اللجنة المشتركة بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030. أؤكد على أن صناعة الدواء في مصر بل في العالم أجمع بات الحقيقة قضية أمن قومي، وهو ما أشرتم إليه دولتكم، فأن أحياناً الدواء أهم من الطعام. هذه الحقيقة تسعى دائماً إليها مصر وتؤكدها، وخاصة في وقت جائحة كورونا، وهو ما بات واضحاً من اهتمام مصر بتوطين صناعة الدواء المصري. هذه الدراسة الحقيقة تشريفة متكاملة وكاملة وشاملة، وهي تمس موضوع من الموضوعات التي تمس الأمن القومي المصري، فيتمس أمر هام جدا ويجب العناية به، ولابد من الدفع في هذا الاتجاه لتطويره وتحسينه لما يمس من المواطن العادي. وفي نهاية الجلسة وافق المجلس على تقرير اللجنة وأحاله والتوصيات الواردة فيه إلى رئيس الجمهورية.